لو كان الصيف والشمس عاطل، شكل هالدراسة كذابة، شحلة من الدفا. الدفا عفا زي ما بيقولوا. بقول لك في دراسة بريطانية بتقول ان الاكتئاب بزيد في الصيف، شو رأيك بعد شلسك على نخرة عظامنا؟ هو في صيف السنة في صيف؟ بلا ما يجي السنة فيش صيف، ما فيش صيف بسبب بقول لك فيش صيف. طيب بالنسبة للاكتئاب، الاكتئاب من كثر ما بتشوف يا حبيبي غسان الله يسعدك. الصيف بنحكي على درجات الحرارة عشان ما يعني انا بالنسبة لي بكتئبش في الصيف، بكتئب ليش؟ مثل وجه الصبوحي ربت الوجه الصبوحي الاكتئاب يزيد في الصيف. انت اكتئابك وقت ايش بيجي؟ انا فيش اكتئاب الحمد لله، فيش اكتئاب، مكيف في حياتي الحمد لله، مبسوط على اخي. طب ليه دراسه بريطانيه هذه؟ بلا دراسه بريطانيه ولا نتيجه في الفلسطينيه، فيش اكتئاب عندنا ولا شو فيه؟ ليش بدنا نكتب يا زلمه؟ الحياه ورايحه الحمد لله، ليش بدنا نكتب يعني؟ فيش شيء اسمه اكتئاب، انت بتجيب لحالك الاكتئاب، مش دراسه بريطانيه ولا دراسه مصريه من هواد. ماني بقول، ماني بقول، انت اللي بتبسط حالك وبتزعل حالك. الام نفسيه كله، فيش شيء اسمه اكتئاب، فيش شيء اسمه اكتئاب. الاكتئاب نشوف ناس مكشره بس في المجتمع. ايوه عابسك زيك وانت ماشي قبل شوي كنت عابس مكتئب. ايوه بالضبط. اما هي هو يشعر بال شفت يشعر في السعاده. شكرا حبيبي يا اخوي. بقول لك في دراسه بريطانيه بتقول ان الاكتئاب بزيد في الصيف. اكتئابك وقت ايش انت؟ بعرفش. شو بتعرف؟ بكتئبش. بتكتئبش؟ ظل مبسوط؟ اه. فيش منغصات في حياتك؟ نو عادي يعني. ولا صيف ولا شتاء؟ امتى ما يجي يجي يعني، ما مش شيء. والله امبرسيف الشاب. طب انت شو بتسوي في حياتك؟ لسه توجيهي. توجيهي؟ توجيهي ومش مكتئب؟ خلصنا. خلصت؟ اه. الوزاري؟ لا لسه يعني ضايل شهر بنخلص. ما مش مطولين يعني. فيش عندك أي عامل من عوامل الاكتئاب؟ في الدار مبسوط؟ نايم ماكل بس. موفرين لك وسائل الراحة؟ اه. شو اسمك أنت؟ سري. سري، حوت سري. وفي رمضان شو بتسوي يا سري؟ ولا شيء. بضلك قاعد؟ ساعة صغيرة على الكهاوي ولا بتطلع؟ لا بنروح على القهوة. بتروح على القهوة؟ اه. طب شكرا يا سري. الله يعطيكم العافية. الله يظل مبسطك. إن شاء الله إنك يعني عمرك ما بتزعل. إن شاء الله إنك يعني وإمك تفرح فيك. في دراسة بريطانية بتقول إن الاكتئاب بيزيد في الصيف، أنت اكتئابك وقت ايش بيجي؟ كل سنة. كل سنة؟ مرة؟ ولا أكثر؟ ما احنا وضع الفلسطينية دائما مكتئبين. طب ليش؟ أنت حاليا مكتئبة؟ امتحانات، ضغط، شغل، دراسة. امتحانات شو؟ أنتم ما خلصتوش؟ احنا كل لا لسه جامعة. وهيك متزوكة ومتمكجة والصلاة على النبي عنك. تخرج. بدك تتخرجي؟ طب مبروك. الله يبارك فيك. مكتئبة؟ يعني. شكلك حاملة مواد. لا الحمد لله. لا لا. شو درستي؟ علاج طبيعي. علاج طبيعي. طيب أهلك بيستفيدوا منك على الأقل؟ مش الأهل، كل العالم راح تستفيد. ممتاز، يلا بالتوفيق. بليز. لا. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك الاكتئاب بزيد في الصيف، دراسة بريطانية بتقول ان الاكتئاب بزيد في الصيف. مش مزبوط، الاكتئاب ببلش بشهر 10، ببلش شهر. موسم الاكتئاب موسم شتوي. موسم شتوي. يعني الاغلبية اذا ما كانتش الاحصائيات من عندي 70-80% ببلش عندهم اكتئاب الشتاء. في الشتوية. بالصيف الناس بتنطلق بتسبح كيف انا حلو. اسمع مني وعلي بتجنن. اسمع. ايوه. تعرف الاكتئاب؟ سمعت. انت مكتئب ولا مبسوط؟ لا مبسوط. طب الحمد لله. اسمع بقول لك الاكتئاب بزيد في الصيف، دراسة هذه دير بالك. لا. انت معها ولا ضدها؟ لا ضدها. ضد. انت قديش وقتاش بتكتئب؟ انا بالشتاء.
تكتئب في الشتاء؟ اه بتخش في حالة احباط وبتصير عندك نزعات؟ مش حالة اكتئاب يعني، بقى انه بالشتاء بقى انه مش طلعات مش طشة هيك يعني. بتطلعش في الشتاء؟ لا. بتحبش المشي تحت المطر؟ بحب يعني، مش مو في مرض زيادة. في ايش؟ في مرض زيادة في الشتاء. اه في الشتاء تبرد يعني. اه اما في الصيف تطلع مع الشباب، تطلع مع اهلك، تروح هو طوش مثلا. بحكي لك، بقول لك في دراسة بريطانية بتقول ان الاكتئاب بزيد في الصيف، شو رأيك؟ لا طبعا. ليش؟ يعني انا بالنسبة لي الصيف شيء كتير حلو، بيجيب لي مصدر تفاؤل مش طبيعي، مصدر سعادة كتير. شو بتسوي في الصيف؟ اهم شيء نسبح نعمل تان. تان اكيد اهم شيء. التان تانا التان يعني هذول بيرتموا في الشمس عشان يسمر جسمهم، صح؟ يعني شيء زي هيك، بتنشوي تحت الشمس شوي منيح التان. وفي الشتاء شو بصير فيك؟ ولا شيء، بتضلك قاعد بالبيت بس تاكل وتزيد وزن بس. طب وقت ايش حالات الاكتئاب بتصيبك؟ او الوقت، اذا في وقت معين. انت بتحكي عن وقت كفترة ولا ساعة؟ مثلا بكون الاكتئاب بزيد في الصيف، انت نفيتي هذا الموضوع. بالشتاء. وقت بالشتاء مش بالصيف، العكس. في الشتاء. انا بكتئب بالشتاء. الاكتئاب بزيد في الصيف، شو رأيك انت؟ يمكن انا ليش؟ شغلة لاني انا بصير فيها نفس الاشي. تكتئبي في الصيف؟ بكتئب في الصيف. ليش؟ الشوب بعمل لي اشي مش طبيعي في المخ. بسوي الاكتئاب عن جد. بسوي طبخة في المخ. ايوه بسوي طبخة في المخ، فانا بفضل فصل الشتاء، يعني هو احسن فصول. جينا على الدببة القطبية. ايوه هاي هي. شكرا، رأيك وانت حرة فيه طبعا. يسلموا، يعطيك العافية. بقول لك في دراسة بريطانية برضه بتقول الدراسة البريطانية. طبعا شكلك باكي تحضر السنة المركز. كثير بدرس على بريطانيا. بقول لك في دراسة بريطانية بتقول ان الاكتئاب بزيد في الصيف، شو رأيك؟ صيف؟ انت الدبريشن تبعك وقت ايش بيجي؟ والله ملوش موعد محدد يعني. ما فيش. هون اربع فصول في السنة مكتئب البلد هاي كلها اللي احنا عايشين فيها. الحمد لله يعني احنا بدنا نحكي اكدنا.